نكمل بالفكرة اللي كنا عم نحكيها من شوي، اللي هي انه انا اذا عندي مجموعتين وراح احسب الفونكسيون او عدد الفونكسيون الدالات اللي بيناتهم. مثلا قلنا المجموعة هي A، المجموعة هون B، قلنا متو انه مثلا عندي X Y Z كأمثلة كانوا، وعندي هون مثلا 1 2 3 4، وجينا قلنا بكل بساطة انه اذا ساي فونكسيون من A ل B بروح بحلها كأنه عم بحل مسألة بوستا، وعندي مساج، عندي رسائل بدي احطهم بالبريد. وهون ما في شرط علي انه والله مثلا الرسائل لازم ينحطوا كل وحدة بصندوق، لا، فيني احط كل رسالة بكل بساطة بصندوق واحد، كل الرسائل نفسهم بصندوق واحد. فيني لا احط تنتين بصندوق ووحدة بصندوق. ليش؟ لانه هون فعليا الشرط المهم انه الرسائل العناصر اكس ي وزي اللي هن بقى يتعبوا بالصناديق. طبعا ما معقول رسالة تنحط بصندوقين، هذا ما هو منطقي، لذلك الفونكسيون هون ما معقول يطلع سهمين، وما بصير رسائل ما احطها ولا صندوق. هي هاي الفكرة. فقلنا بكل بساطة معناتها بقول انا اكس له 4 احتمالات، اربعة، الي 4 احتمالات، والزد 4 احتمالات، بطلع كأنه عندنا 4 أس 3. طبعا بهاي الحالة لاحظوا كأن القانون هو باخذ عدد عناصر A بعتبره أس، وعدد عناصر B بعتبره طبعاً. فبقول عدد عناصر B التانم كومي أو الديال كومي أس عدد عناصر التانم. يعني لاحظوا إذا كان عندي عدد عناصر A هي M وال B هي N، فإذا بدي من A ل B تانم لفونكسيون بدي باخذ N الديال كومي والأس هو التانم كومي. يعني الشغلة بالعكس. ها كمثال تاني، لو جيت حذفت انا مثلا هون قلت لكم حذفت الزد كمثال، لو جيت حطيته شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي لأول رسالة 4 خيارات، تاني 4 خيارات وبس، يعني يصير 4 أس 2. وبشكل منطقي لو كان عندي رسالة وحدة كم فونكسيون فيني اساوي؟ فيني اساوي فقط 4. ليش؟ لأنه إما إكس للواحد، إكس 2، إكس 3، إكس 4. فدائما معناتها هو عدد عناصر الاخير اس عدد عناصر الاول. تعال نحل عليهم امثله تحت، امثله بسيطه. عم بقول لي بالرسمه عندي من اف ل هو من A ل B تعمل له فونكسيون، وكم واحد فيني اساوي؟ بكل بساطه بقول الواحد له 4 احتمالات، اي 4، الاثنين له 4 احتمالات، والثلاثه له 4 احتمالات. بالتعريف هذه هو 4 اس 3 اصلا، يعني الجواب 4 أس 6. طب استاذ اذا حطينا 3 اس 4 بيطلع غلط صح؟ طبعا غلط. هيك انت ايش عم تسوي؟ عم تاخذ من ب ل A مو من A ل B. يعني عم تقول انه ال A لها 3 احتمالات، وال B لها 3 احتمالات، وال J 3، وال D 3. صرت 3 ضرب 3 4 مرات، اللي هو انت شو سويت؟ اخذت انت 4 رسائل لتحطهم بثلاث صناديق. صرت يعني صارت المساله بالعكس. تعال نشوف هون أمثلة. لاحظوا هون أمثلة، عطيني A فيها 5 و B فيها 2. تعالوا نتخيلوا المجموعات شو هن. تعالوا نكتبهم مثلا، معناه هو لازم نحفظ القانون حفظ مشان ما كل مرة نرسم، لأنه إذا كل مرة نرسم في أعداد كثيرة صعب شوي. S A فيها 5، تعالوا نفترض هالخمسة هن مثلا A B J X Y، فيها 5 عناصر، والبي فيها عنصرين، تعالوا نسميهم مثلا زد وكيو مثلا. اجي عم قلي بالسؤال الاول، ادام بي تنم لفونكسيون ساي سكاتشتر، بدي من A ل B كم فونكسيون فيني اساوي؟ حتى نحلها ذهنيا شو بنقول؟ نقول بكل بساطه حرف الا صغيره بياخذ احتمالين، زد او كيو، معناتها اول شيء 2 احتمالين. البي كم احتمال بياخذ؟ احتمالين. الجي احتمالين، الدي احتمالين، الاكس احتمالين، والي احتمالين. معناتها هذا 2 أس 5، يعني 32 فونكسيون عندي. هذا من وين؟ من A الى B. لو بدي اطبق القانون مباشرة، ما هو القانون مباشرة 2 أس 5. ليش؟ باخذ الاخير البي الديال كومي
أس يعني إذا عدد عناصر تانوم كيومي 5 يعني 2 أس 5. هلا لو بدي أشتغل بالعكس يعني بدي أخذ من ب لأ أعرف الفونكسيون هيك يعني بالعكس من ب لأ يعني 5 أس 2 بدي أضبط من ب لأ بقول 5 أس 2. ليش؟ لأنه الزد له 5 احتمالات والكيو له 5 احتمالات بصير 5 أس 2 يعني 25 فونكسيون. واضح للكل؟ تمام؟ شغلته بسيطة ما هي صعبة كتير كتير. دائما دير كومي يزيري طانم كومي، هاي القاعدة أساسية. السؤال اللي تحته عبقل لي اس ا 3 ادم ب ي طانم لفونكسيون صي س 27. عبقل لي إذا جيت كتبت الفونكسيونات الفونكسيون اللي من ا ل ب بيطلعوا 27، ا فيها 3 معناتها نحن الآن نعتبرها هي الأس، وعدد عناصر ب هن الأساس اللي تحت. عدد عناصر ب تعال نرمز إنه عدد عناصر ب س ل ب هذا يساوي مثلا X. فهذا X أس 3 لازم شو يساوي؟ عبقل لي عددهم 27. هاي مبينة كتير كتير. X أس 3 27، عدد غضب بحاله 3 مرات هو 3. بعد فعليا كمان ب فيها 3 مثل ا فعليا 3 اس 3 27. ناخذ اخر مثال بهي الفكره. عندي عبقل لي هون ا فيها 3 وب فيها 2 والمطلوب سؤال اول بانت. طبعا هذه ما راح نحله، انتم ما عندكم البانت، ما شرحت لكم اياه بالشكل المفصل. بانطه هن بغض النظر انه عم بطلع من اه سهم ولا لا، هذه ما بدكم اياه انتم حاليا. فونكسيون ساي سكاتشتر داخد من اه الى ب فونكسيون ساي سكاتشتر. نحن بنعرف انه هو بنحط عدد عناصر ب تحت 2 والاس هو الطانم يعني 3، يعني في عندي 8 فونكسيون بي 8 فونكسيون. طيب فونكسيون اول ما ينبانت قد ما بدنا اياه كمان. طبعا هذه كلها احتمالات. البانت شو هي؟ هي علاقه بتضبط بين عناصر الاول وعناصر الثاني، بس بكل بساطه ممكن اضبط مع عنصر اكثر من عنصر، وهذا نحن بالفونكسيون اخذناه. لا فبكل بساطه معناتها من ا الى ب في عندي 8 فونكسيون. لو بدي من ب ل ا شلون؟ اه تمام، من أ ل ب تمام. لو بدي من ب ل أ باخذ 3 أس 2 يعني بيطلع لي 9 مثلا. واضحين؟ تمام للكل؟ ننتقل على حل أسئلة، أو أول شيء ناخذ فكرة ثانية وبعدين نحل عليهم أسئلة مباشرة. هي فكرة مقدمة للجرافيك. على الفونكسيون في الأخير باعتباره هو بيربط علاقة مع علاقة، فينا نحن نرسم هاي العلاقة رسم على ما يسمى الكوردينات سيستم. إذا بتذكر في الصف الثامن كان في شيء اسمه الكوردينات سيستم، اللي هن بياخذوا محور إكس محور ي، كانوا يسموا محورين إكي إكسان، حطوا إكسان دي كي يسموه ي، وفي إكسان يكون يطاي أفقي يسموه إكس. إذا بتذكروهم أو كنا ناخذهم بالثامن عطوهم بشكل أساسي. طبعا بعدين استخدمتوهم بالاتش سي زليك بالتاسع. سمي هذا المحور اكس، هذا المحور ي، هي النقطة او المركز، وبعدين هدول انقسموا مثلا 1 2 3 او طبعا انصاص، يعني ما بقصر هون في ناقص 1 مثلا، الي هي ناقص 1 تحت لناقص 2، نطلع لفوق بطلع الي 1 2 3 وهكذا. الفونكسيون باعتبار هو عم يضبط بين مجموعة ومجموعة تانية، يعني مجموعة A لمجموعة B. فبكل بساطة أنا فيني معناتها إذا الـA مثلا كان فيه 1 و2 و3، وهون في مثلا قيم 1 و2 وصفر وأعداد تانية، يعني لو ربطت الواحد مع الواحد، الاثنين مع الصفر، الثلاثة مع الاثنين. تذكروا نحن كنا نكتب الفونكسيون ليست، شلون نساوي؟ نكتبه هيك، يعني مثلا هذه الفونكسيون اللي رسمته انا 1 1
اتنين صفر، تلاتة اتنين. كنا هيك نكتب الفونكسيون ليست. لاحظوا هاي الليست هي عبارة عن نقاط، هاو فيني انا ارسمن اصلا على المحاور اكس واي، بتعرفوها مثلا اكس واحد ي واحد، معناتها هاي النقطة ارسمن بغير لون، هون هاي النقطة واحد واحد، النقطة اتنين صفر هاي النقطة اتنين صفر، الاكس اتنين الي صفر، تلاتة اتنين هاي تلاتة، نطلع كنا هيك لعند اتنين، ارتفاع اتنين، يعني النقطة هون. هاي رسمة الفونكسيون. هلا لو الفونكسيون كان بيغطي لي كل الاعداد الحقيقية، يعني ما بس واحد واثنين وثلاثة، بياخد واحد ونص وواحد وربع وواحد وثلث، واحد فاصلة واحد واثنين فاصلة واحد وثلاثة فاصلة واحد وصفر فاصلة خمسة وناقص صفر فاصلة خمسة، اللي هو يعني رح ارسم كتير كتير نقاط واوصل بيناتهم، رح تصير رسمة مثلا بهالشكل، هيك 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 مثلا طالع نازل وهكذا. هذا احنا حكينا احنا بشكل مبدئي على مبدا بسيط كتير كتير، انه انا اذا رسم لي رسمة وقال لي يا ترى هي فونكسيون ولا لا، شلون راح اعرف من الرسمة مباشرة انه هي رسمة فونكسيون ولا لا؟ هذا اللي نتعلمه هلا، وبعدين راح ناخذ شلون بنرسم الفونكسيون نحن اصلا، واذا عندنا رسمة شلون راح نقراها ونطالع منها التانوم كيومي والجورنتو كيومي وكل هاي المعلومات، ونطالع مثلا الصور ونطالع مين هي التانوم كيومي، ايمت هذه الفونكسيون مثلا عم بطلع، ايمت عم بنزل وهكذا. القاعده بسيطه كثير كثير، حدا بسموه هو اللي بالتركي دوشي دو روت اس تي، اللي هو شو فكرته؟ انه انا اذا عندي رسمه، تعالوا ننزل لتحت على الرسمات الموجوده، عندي رسمه فونكسيون مثلا، شوفوهم هو الرسمات بالاحمر، او ما هو فونكسيون ما بعرف، عندي رسمه. الطريقه بتقول انه انا مشان اعرف هي الرسمه هي رسمه فونكسيون او لا، بكل بساطه بنزل اعمده دوشي دو رو مستقيمات نازله، اي مستقيم بنزله لازم انزل اي مستقيمه، شو ما كان المستقيم اللي نزلته وشلون ما كان نزلته، اذا تقاطع مع او قطعه للرسمه، قطع الرسمه بنقطه واحده فقط، بيكون هي الرسمه فونكسيون، اذا قطع باكثر من نقطه بتكون ما هي فونكسيون. عقل جرافي verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için bağıntının tanım kümesindeki her eleman için düşey doğrular çizilir. Lazım mesela hala A mesela او اول واحد عفوا واحد. انا مثلا التانوم كيومي كل هاي رسم لي خط احمر. شوفوا شو ما رسمت المستقيم، كيف ما رسمت هذا المستقيم رح يتقاطع بنقطه واحده مع المستقيم الاحمر اللي نازل، هي انا بسهم كمان مستقيمات نازله بشكل احمر. لاحظوا دائما بتقاطع معهم بنقطه واحده، ما في اكثر من نقطه. ما دام عم بتقاطع معهم بنقطه واحده، ايش معنى هذا الحكي اذا عم بتقاطع معهم بنقطه واحده؟ يعني معناتها كل اكس الى ي وحده، يعني هذا اللي بنعرفه نحن بتعريف الفونكسيون، انه كل اكس لازم تكون الى ي وحده. تعريف الاكس هو اللي عم بروح على اليمين وعلى اليسار. تعريف الـ هو الارتفاع او الانخفاض، يعني شقد في عمق لتحت او شقد طالع لفوق، هذا هو الـ. يعني اذا بتذكروا بصف الثامن حكوهم بشكل كبير، او لازم تكونوا اخذتوهم بصف الثامن، انه دائما انا شقد لفوق وشقد لتحت هي قيمه الـ، كانوا يسموها بالتركي اوردينات. والاكس هي على اليمين وعلى اليسار كانوا يسموها ابسيس. لفوق لتحت اوردينات الـ، يمين يسار هو الابسيس. فانا بروح على محور الاكس شقد ما رحت يمين ويسار، وين ما نزلت عمود لازم يتقاطع مع الرسمه بنقطه واحده فقط. اتقاطع بنقطتين ما هو فونكسيون. واضحه هي للكل؟ تعوا كمثال اول شوفوا مثل ما شفنا انه هو اي مستقيم نازل لتحت، وهذا دوشي دورو جرافي النز بنقطه دا كستي ايتشين جرافيك فونكسيون جرافيدر. الرسمه الثانيه لاحظوا كمان اي مستقيم هاف دو شي دوروغرافي يملز بير نقطه، دائما نقطه واحده فقط. بينما الرسم الثالثه لاحظوا شلون الرسم، انا مثلا اول خط عندي نقطه نقطتين ثلاث نقاط، مستقيم ثاني نقطه نقطتين ثلاث نقاط. هتقولوا لي يا استاذ وبلكي رسمت انا مستقيم هون بولا نقطه، هلا بولا نقطه اوكي معناتها هي ما هي التانوم كيومي. طيب يا استاذ هي رسمه بنقطه واحده،
تمام، انا ما بدي والله ترسم لي مستقيم تقول لي اتقطع مع نقطه واحده مشي الحال وخلصت. انا ايش ما رسمت المستقيم كيف ما رسمته لازم نقطه واحده. طيب انا معقول ارسم كل المستقيمات؟ اه لا، ونحن ما نضل نتعقد بهي الشغله. حعلمكم طريقه سريعه، طريقه فهميه اكثر. شو هي؟ رح احكيها بالعاميه لانه بتبين اكثر. قال بكل بساطه الرسمه مشان تكون فونكسيون يا شباب ويا صبايا لازم تكون اما ماشيه لقدام ولفوق او نازله بنزول لتحت او افقيه. اهم شيء ما تطلع طلوع هيك بشكل شاقولي، او تنزل نزول بشكل مستقيم، او تعوج. شو يعني تعوج يا شباب؟ يعني يكون ماشي لقدام يرجع لورا، هذا ممنوع. بس مشي لقدام ورجع لورا في مشكله. ليش؟ لانه اذا مشي لقدام ورجع لورا فعليا نحن اذا نزلنا مستقيم راح يقطع بنقطتين. لو كان شاقولي تماما إيه هاي مصيبه، ما بصير يكون شاقولي. ما هذا اذا رسمت انا مستقيم عليه لنفسه المستقيم نفسه تماما بقطع بألف نقطه، بكل النقاط بقطع. هذا اذا هيك حطيته عليه تماما بصير مشكله. فمعناتها الرسمه مشان تكون فونكسيون احفظوها لازم ما يطلع بشكل مستقيم لفوق او لتحت، وما بصير يعوج، ما بصير يرجع بالرجوع. دائما اما نازل بنزول، شايفين مثل اه مثلا الرسمه نازله بنزول، او عم تنزل بتطلع مثل الرسمه الثانيه. الرسمه الثانيه شوفوا طالع نازل طالع، تمام هاي نازل بنزول طول الوقت. لاحظوا هاي المشكله فيها، كان ماشي هيك عين الله عليه فجاه رجع لف، ورجع لف لفه ثانيه، مصيبه ثانيه يعني. واضحه للكل؟ قاعده بسيطه جدا. تعالوا نحل الامثله تحت، شوف هول الاربع امثله نحكيهم بالعاميه اول شيء مشان نفهم صح ولا غلط. الواحد والله طالع هيك ماشي هيك وكمل لفوق، لا لف ولا طلع بشكل شاقولي تمام، هذا فونكسيون نظام. الدائرة والله عامل كان لفوق نزل لتحت رجع لي برجوع، هذا لف، هذا عوج نحن بنسميه، عوج على الكوع مصيبة، هذا غلط ما بمشي حاله على الخالص معي، هذا ما هو فونكسيون. اللي تحت ماشي مستقيم عين الله عليه، لا طلع ولا عوج ولا شيء، هذه نظام، هذا مصيبة. هذا ليش؟ هذا طالع بطلوع طول الوقت ولفوق شاقولي يعني يا ريت انه والله طالع بميل، لا طالع شاقولي. هذا اذا بدرج برسم المستقيم عليه ما بقطع بنقطه واحده، بتقاطع معه بكل النقاط بتقاطع معه، فهذا مصيبه، هذا ما مش حاله على الخالص. اذا نجي نستخدم التست تبع الدوشي دورو بكل بساطه نجرب. لاحظوا لو جيت ارسم انا دورو لاول رسمه، شلون ما رسمت الدورو؟ نقطة واحدة مع تقاطع مع الرسمة. اللي تحت نقطة واحدة. الدائرة واضح انه لا، واضح في نقطتين. يعني هاي رسمة مستقيم واحد عطتني نقطتين، نقطة فوق، نقطة تحت. وهذا ما بصير. ليش ما بصير؟ لأنه هيك كأنه في إكس وحدة وعبلطبت تنتينية، وهذا ما بصير. شلون تربط اكس مع تنتينية؟ هذه الفونكسيون بصير مشكلة فيه. التحت في مشكلة عويصة كتير، انه هاد اكس وحدة الها في الف ي، هذا كله غلط. واضح للكل؟ تمام الفكرة؟ يعني انا بعتبرها بسيطة، اذا عطوكم اياها ممكن بجوز ما يعطوكم اياها حتى ما بعرف. تعالوا نشوف بالسؤال الاول والسؤال الاربعة خلال نص دقيقة تحلوا لي اياهم تبعتوا لي الحل. يلا مرة تانية، اللي ما هو معوج على الخالص ولا هو بنزل بشكل شاقولي، هو دي بشكل واضح نازل نزول عين الله عليه. الاي واضح، حرف الاس يمين يسار يمين يسار، اكيد غلط. السؤال الاربعة، هانجي سي في هانجي ليري فونكسيون، ها بعدها بجوز يكون اكثر من اجابة. تعالوا نشوف الاول، نازل بنزول ولا راح يمين ويسار، ما راح يمين ويسار، عوج يعني ولا طلع بطلوع، هذا الاول بصير. الثاني كمان نازل بنزول بعدين رجع طلع، ما في اي مشكله، ممتاز هذا. المهم شيء ما طلع شاقولي ديك ولا عوج على اليسار على اليمين. الثلاثه هذا مصيبه فيه، كان نازل وعين الله عليه رجع برجوع، ما بصير معي. الرابع هذا ثلاث ارباع دائره مصيبه، تخيلوا كان نازل بنزول رجع لف فتل على اليسار، هذا غلط. ما عدا بكل بساطه هن واحد واثنين، يعني الاختيار
آه هو الاختيار الصحيح. سؤال 2 والسؤال 5. يلا. هلا بكل بساطة السؤال 5 قلنا هذه ما بمشي الحال، ما اعطيتكم فكرته انا. السؤال 2 عندي A 3 و B 5، انا بدي من B ل A، هذا فيه خدعة. ما هو من A ل B، من B ل A. من B ل A معناتها بدي احط ال A تحت وال B فوق. مو صح؟ وليس العكس، ها؟ ما هو من A ل B؟ هو من B إلى A، يعني تعالوا نرسمه رسم. إذا هي B وهي A. البي فيها 5 A B J X و Y، وهون في عندي 3 مثلا هن 1 و 2 و 3. هاي المجموعة B وهي المجموعة A، وأنا بدي من B ل A وليس من A ل B. من B ل A عندي ال A له 3 احتمالات، ال B 3 احتمالات، وهو معناتها 3 أس 5 يعني 243. على حسب الإجابات في منكم وقع بالمطب، يعني احنا نسميه انه خدع بالسؤال وجاوب مثلا انه الجواب جي اللي هو 5 أس 3. فتنتبهوا كتير كتير على السؤال، هذا من بي ل آ وليس من آ إلى بي، من بي ل آ وليس من آ إلى بي. واضحة للكل؟ بعد السؤال 3 عم قل لي آ 2 وعقلي بيدان آيا، ما هو من آ إلى بي؟ هو من بي إلى آ. ما تنخدعوا بالسؤال، ها مثل أم توه، هاي بي وهي آ. وعقلي في الآ في اثنين مثلا، هن يفترض إكس وي. وعقلي عدد الفونكسيون اللي فيني أساويهم هو 64، يا ترى شقد ببي؟ فنحن القانون شو بيقول؟ إذا من بي لآ بحط اللي بآ تحت، والأس هو عدد عناصر بي. يعني هون عدد عناصر بي إذا جينا سميناه عدد عناصر بي هو ني، يكون فوق ني. معناتها 2 أس ني تساوي 64. معناتها بكل بساطة ني تساوي 6. يعني الجواب دي. وليس 6 أس 2، ما هي الشغلة بالعكس؟ يعني ما بقول إن أس 2 64 بطلع 8. الـ 8 غلط. هذا الثمانية كنت عم بحسب كأنه من A إلى B، اللي هو هذا ما بزبط. طيب السؤال 6 شو عم بقول لي؟ عم بقول لي السؤال 6 A دام B يتنم لفونكسيون دا، فعل واحد يساوي فعل اثنين يساوي A. لاحظوا حاطين صوت الواحد هي A وصوت الاثنين هي A، بمعنى حاطين لي الرسائل. طيب A دام B كاتش فاركل في فونكسيون تنم لنا بليو. كم واحد فيني أعرف من A إلى B؟ هلا من A إلى B مثبت لي الواحد مع A، الاثنين مع A، أنا ضل لي مين هن؟ ضل لي الثلاثة والأربعة، كأنه بس بدي أربطهم. وأنا بقول الثلاثة فيني أربطه مع A أو B أو J أو D، معناتها في عندي أربع احتمالات. والأربعة فيني أربطه مع A أو B أو J أو D. يعني كنا ما نقول هيك، نحن كنا نقول طريقة هيك. بقول ثلاثة إلى أربع احتمالات، الأربعة إلى أربع احتمالات، فيعني 4 أس 2 يعني الجواب 16. اللي هو كأنه حذفوا الواحد والاثنين، هذول مربوطين خلاص ما بهموني على الخالص، شلتهم أنا. كأنه صار عندي مجموعة جديدة فيها 3 و4 ضربتها مع مجموعة فيها A B J D 4 عناصر. نحن بنعرف إنه بناخذ B أساس والأس هو الـ A، 4 أس 2 يعني 16 عنصر. واضح للكل شو سوينا هون؟ تمام؟ لا استاذ انا ما فهمت السؤال، يعني شلون طلبوا ما فهمت استاذ؟ هو عم قل لي عندي فونكسيون بحقق العلاقه انه صوت الواحد تساوي صوت اثنين تساوي A. شلون يعني؟ يعني انا ضربت الواحد مع A والاثنين مع A، هاي مخلصين منه خالصين. هل عم قل لي كم فونكسيون فينك تساوي من A الى B؟ والله يعني كأني عم قل لي بكم طريقة فيني أربط الثلاثة والأربعة مع العناصر الإليمان اللي ببي. والله فيني أربط ثلاثة مع، يعني بجي بقول الثلاثة إلى كم احتمال؟ أربع احتمالات. البي إلى كم الأربعة إلى كم احتمال؟ أربع احتمالات. أضربهم ببعض.
يعني الواحد والاثنين خلاص انساهم. ليش؟ هاو تعبوا خالصين، يعني ما فيني اروح اعدل فيهم. واضح شو قصدي؟ واضح. لو جيت مثلا، جيت سالتكم مثال ثاني، ها لو جيت لثلاثه كمان ربطت انا من عندي مع ب، هيك انا قلت لكم لازم اذا تسوي لي فونكسيون لازم الواحد مع الا والاثنين مع الا والثلاثه مع البي. كم فونكسيون هلا فيكم تساوي؟ والله ما عندي غير اربع حلول بقي، انه الاربعه ارطه مع الا او مع البي او مع الجي او مع الدي، ما بقي لي غير اربع احتمالات اصلا، ما في غيره على الخالص. طيب لسه لو ربطت الاربعه، تخيل مسكت هيك ربطت الاربعه مع الجي مثلا، قلت لكم بدي تسوي لي فونكسيون عدد الفونكسيونات اللي بدكم اياه، بس بحيث الواحد مع ا واثنين مع ا، ثلاثه مع ب والاربعه مع الجي، ما في غير هذا، يعني ما بقي شيء اربطه، ما بقي عندي خيارات ثانيه اصلا. واضح شو قصدي للكل؟ تمام؟ ها؟ تمام استاذ. فتذكروا فكرته، عدد العناصر دائما باخذ عدد الفونكسيون شو هو؟ النهايه الجزيرة البدايه بشكل عام. تنتقل على فكره ثانيه، هي خلال الخمس دقائق البقيانين فكره الرسم بشكل اساسي. وين راح يعني الجرافيك؟ الرسم الثاني يعني بس نحكي لكم اياها حكي وما بقي لنا كثير كثير وقت. فكره الجرافيكلار اللي انت من شوي هيك حكيت عنها شوي، انه انا بكل بساطه الفونكسيون اذا بتتذكروا قلنا اذا كتبناه بشكل ليست فبطلع معي هو عباره عن نقاط. مثلا لاحظوا هون عندي الفونكسيون اذا معرف من ا الى ب، يعني اذا عرفت الفونكسيون من ا الى ب، المجموعه ا هي 1 2 3 4 والب فيها من 1 لل 5، وعرفت ف بالشكل التالي 1 1 2 3 3 1 4 3، يعني مسكت هيك هي المجموعه ب، هاي المجموعة A، الA فيها 1 2 3 4 والB فيها 1 2 3 4 5. طبعا بنعاد بنحط قدام النقاط انه هو لانه إليمان حسب فان، الواحد ربطته مع الواحد، الاثنين ربطته مع الثلاثة، والثلاثة ربطته مع الواحد هي هيك، والأربعة ربطته مع الثلاثة. هذا عبارة عن فونكسيون، لو جيت درسمه رسمته راح تكون بالشكل التالي. تعرفوا أنا شلون بحط النقطة واحد واحد؟ هاي النقطة واحد واحد، إكساتا واحد، تعرفوا الأبسيس واحد، الأوردينات واحد. النقطة اثنين ثلاثة، والله بحط الإكس اثنين، وين راح المؤشر؟ الإكس اثنين راح تكون هون، والي 3 يعني ايش قد ارتفاع 3؟ هي النقطة الثانية. 3 1 النقطة هون، 4 3 النقطة اللي فوق. فالفونكسيون فعليا مين هو؟ هو هول الأربع نقاط فقط، ما في غيرهم. ها هاي رسمة فونكسيون. طبعا احنا ما متعودين على الرسم، انت تعودنا هيك بتكون نازلة وطالعة وعين الله عليها. طبعا هذوك لأنه ليش؟ هذوك نقاط كثير كثير رسم، أنا هون رسم كلهم كم نقطة بس، أربع نقاط. تعالوا نشوف مثلا هذا المثال اللي تحت، مثلا اذا اجي درسم هذه الفونكسيون اللي عندي شلون درسمه؟ والله عندي ناقص واحد واحد، اي ناقص واحد واحد، اي ناقص واحد للواحد، هاي النقطة اللي هون. عندي صفر ثلاثة معناتها اكس صفر الواي ثلاثة معناتها نقطة صايرة فوق على المحور ي. واحد اثنين هاي الاكس واحد بطلع لعند اثنين، هاي النقطة هون. واثنين ثلاثة يعني اثنين طالعة ثلاثة معناتها هاي النقطة اللي هون. فالفونكسيون هو هاي رسمته، هن هالأربع نقاط فقط ما في غيره. يعني نحن عادة بنقول إنه إذا ده هيك يعني بجمعهم تجميعة ضمن دائرة أو ضمن رسمة إنه طالعة ونازلة إذا بدي، بس هي الرسمة هي هاي النقاط فقط. ها يعني هيك كأنه هيك هدول صايرين النقاط هيك، يعني هدول هن النقاط فعليا، هدول الأربع نقاط هن الرسمة ما في غيرهم. مرة تانية نتذكر الإكس هي أول واحد والياء هي الثاني، يعني كأنه المجموعة A هي الإكسات والمجموعة B
هي مجموعة الي أو الأوردينات، ما يسمى بالتركي أوردينات. كتحت كمثال لتحت مثلا، بس هي مقدمة للدرس، رح نرجع نعيد عليه يعني. حيطط لي هون الرسمة وعبقل لي التانم كيومي مين هي. بعدين إذا تجي تكتب الرسمة، شو هي الرسمة؟ الرسمة هي كالتالي: 3-1 النقطة الأولى ناقص 3-1، هاي النقطة اللي هون، إكساتا ناقص 3 ارتفاعها 1. طيب النقطة الثانية هاي اللي هون، إكساتا ناقص 2 ونزلها تحت يعني ناقص 1، هذا عبسهم الفونكسيون ها كأنه. النقطة الثالثة هاي اللي فوق، إكساتا 0 لأنه هي لا رايحة يمين ولا يسار بس مرتفعة ارتفاع 2 على الواي 2. النقطة اللي بعدها هاي اللي هون، الإكس اللي إلى 1 مرتفعة 3، هاي 1 و3. النقطة اللي بعدها الإكس اللي إلى 2 على ارتفاع 1، هاي 2 و1. معناتها الفونكسيون هو هاد. هلا هو بده التانم كيومي، مين هي التانم كيومي؟ التانم كيومي العادي بنسميها أ. انتوا بتعرفوا التانم كيومي دربنا عليهم مين؟ هن المساقط الأولى، يعني ناقص 3 ناقص 2 الصفر والواحد والاثنين. لو بدي الجولدن تو كيومي، شو هي الجولدن تو كيومي؟ هن الواحد ناقص 1 الاثنين والثلاثة. طبعا الواحد ها قلته من قبل فما برجع بعده، رح نرجع عليهم بشكل تفصيلي أكثر ونشرح نحل عليهم تمارين إن شاء الله. رح يخلص الوقت هلأ، توفيق للجميع معناته، ونشوف بالدرس القادم هاي الفكرة.